هكلمك على ماتش تاني، ده ماتش الاساسي بالنسبه لنا النهارده. ماتش تاني سموحه وانبي النهارده كان فيه لقطات تحكيميه، ثلاث لقطات مهمين. اللقطه الاولى في الدقيقه 15 وركله جزاء لانبي لم تحتسب، الكوره المهاجم لعب الكوره براسه والمدافع مطلع ايده بره جسمه واللمس يد واضحه جدا. المسافه في المعيار ده ما فيش مسافه بناخدها بعين الاعتبار، لكن الكوره طالعه من راس المهاجم لايد المدافع اللي طالعه خارجه عن الجسم، وبالتالي ركله جزاء سهله لم تحتسب لنادي انبي. الحكم بعد كده في ركله جزاء لنادي انبي تم احتسابها وتم استدعاء الفار. طبعا اللقطه اللي بقول لك عليها دي ما تمش استدعاء الفار فيه، وبالتالي ركله جزاء لم يتم احتسابها لنادي انبي. في لقطه بقى ثانيه تم احتسابها في الدقيقه 80، تم احتسابها لنادي انبي ركله جزاء وتم استدعائه من حكم الفار واستدعاء صحيح، واللعبه ما فيش فيها ركله جزاء وتم الغاء ركله الجزاء اللي احتسبها الحكم. اللقطه اللي بعد كده في ركله جزاء لانبي بقى في الدقيقه 88 ما تمش يعني ما حسبهاش الحكم في الملعب، تم استدعائه من حكم الفار برضه استدعاء صحيح، شافها الحكم في الفار واحتسبها لان ماسك متواصل من مدافع سموحه لمهاجم انبي. يعني نتكلم على ثلاث العاب مهمين جدا في المباراه، ركله جزاء لم تحتسب لانبي في الدقيقه 15 وكان ركله جزاء صحيحه، ركله جزاء لم تحتسب لانبي تم احتسابها، وركله جزاء احتسبت والغيت عن طريق الفار. وطلع احنا اخطانا خطا واحد وتم تصحيح خطأين في المباراه، وبالتالي برضه اخطاء مؤثره جدا على التحكيم في مباراه سموحه وانبي. مداخله حضرتك دي تقريبا بقى لها حوالي خمس او ست دقائق، خمس او ست دقائق في مباراتين بس، حضرتك قلت لي كم هائل من الاخطاء. دي حاجه انا وانا واقف دلوقتي انا سايب حضرتك تسترسل عشان اعد الوقت كمان، واسيب حضرتك تسترسل عشان ما اقطعش واحسب الوقت على كلامي. ده موضوع صعب قوي يا كابتن جاد. انا عايز لو عندك وقت ادخلك ماتش غزل المحله كمان النهارده. غزل المحله كان ماتش مهم وطلائع الجيش. اتفضل. كان في لقطه ايجابيه ولقطه سلبيه. اللقطه الايجابيه الحكم لم في لعيبه غزل المحله يعني جريوا عليه اعتراضا على حساب ركله الجزاء. الكره ملعوبه بالعرض، الاثنين لعيبه خبطت الكره في اثنين لعيبه، دي اللقطه عمرها ما نشوفها التحكيم يعني. في ايدين اثنين لعيبه، ولكن قرار الحكم كان صحيح. اللمسه الاولى غير متعمده او الايد داخل الجسم، واللمسه الثانيه برضه من مدافع طلع الجيش جديد داخل الجسم، وبالتالي لمستين يد غير متعمدين، وقرار الحكم كان صحيح. كان لعيبه المحله طلبت بضربه الجزاء لكن قرار الحكم كان صحيح. اللقطه الثانيه بقى اللي هي الاسهل لطلع الجيش، وهو كان كسبان 1-0 ساعتها في الشوط الثاني، وكره سهله جدا، ركله جزاء سهله جدا، عباره عن اهمال رجل في رجل داخل منطقه الجزاء، والحكم كان قريب ويمكن قربه، ده اللي ما خلاش يشوف التفاصيل، لكن عندنا برضه فار كان لازم يسترجع. اي نعم ركله جزاء مش مؤثره على المباراه لان في الاخر طلع الجيش كسب 1-0، بس ده خطا في المباراه، ركله جزاء لم تحتسب لنادي طلع الجيش.